انا ما شفتش في وسائل الاعلام بتاعتنا كلها لا رسميه ولا غير رسميه اذا كان حصل اعتداء او ما حصلش، ما شفتش الكلام ده خالص، فما اعرفش اكلم يعني في حاجه انا ما شفتهاش. اه بالظبط كده، فهي دي الفكره ان انا ما شفتش الشرطه اعتدت على حد، وانا مارست عملي بشكل طبيعي جدا 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 يوم 25 يناير يوم 25 ابريل، وما كانش ومشيت في الشوارع عادي، ورحت زرت اهلي ورحت زرت ناسي، وما كانش عندي ادنى مشكله في اي حاجه. شوف الشرطه والمباحث ورجال النظام لما يبقوا طايحين في اي حد حتى اللي ملوش في حاجه بقى يجيبوا الناس من الشوارع كده، ده امر طبعا للاسف شديد. النظام الحالي يعني فجر في كل شيء، فجر بمعنى كلمه فجر، بدليل ان انا نزلت وسط البلد بالفعل يوم 25 ابريل برضو عشان اشوف الدنيا. نظام عبد الفتاح السيسي حول وسط البلد لمنطقه عسكريه، اما تحديدا لو هتكلميني على نقابه الصحفيين، نقابه الصحفيين حقها ان هي تقدم بلاغ، بس لما يكون في نائب عام بالفعل حقيقي ماشي، مش نائب عام ماشي بنظام التليفونات. في لا، الشرطه رجعت بقى فيها بلطجه زي زمان، بعد ما كانوا مش موجودين خالص بقى دلوقتي موجودين وبالعصا والسكينه. هو كده مظبوط طبعا، لان الشرطه ما بتعاملش الشعب باحترام، وبتدوس على ناس كتير جدا لمصلحتهم، وبياخد يعني المفروض بعد الثوره وبعد الحاجات دي كلها يبقى في حب بين الشرطه والشعب، لا بقى للأسوأ وبقى للكره من معاملتهم مع الشعب. بس انا ما شفتش لا في تحكمات زي ما بيقولوا كده ان الشرطه ضربت الصحفيين ولا عملت الصحفيين ولا اي حاجه، ده كان الدنيا كلها قامت وقعدت، وكتير قوي قنوات في القنوات الفضائيه بتقول كلام ما بيحصلش، والناس كلها بتتكلم على عمهم. هنكبت الصحفيين ليها طلبات، الشرطه ليها طلبات، والناس ليها طلبات، فانت دلوقتي انت هتريح الشرطه على حساب الناس ولا الناس على حساب الشرطه؟ انا شايف ان المنظومه كلها اساسا فاسده دلوقتي، في انتهاكات من الداخليه علشان مفيش محاسبه، ده اولا. تاني حاجه، اذا كان اساسا رب البيت اساسا بتضف ضريبا ماشي، فمش معقوله يعني يكون ابنه مش هيطلع زيه. لا، هي الموضوع مش هتنتهي، بل بالعكس الموضوع بتزيد جدا، بتزيد في حق المواطن. لما تيجي النهارده تقولي لي ان مصر النهارده، من رغم ان انا شايف ان في ناس بتقول لك ايه في دوله، طب ما تديني دليل ان انا في دوله، في حقوق انسان، في اكتر من 100,000 معتقل جوه السجون، في اغتصابات، في حالات، في حاجات كتير. والله احنا لاني لما انا مؤاخذه، انا كنت راجل موظف وكنت بعمل وعلى المعاش، لما كنت في وظيفتي كنت بمارس عملي بما يرضي الله. المفروض ضابط الشرطه او الدكتور او المهندس او 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 يعامل ضميره بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى بما يرضي الله. الله اعلم بقى، هم مشكلهم كده مش هيتعدلوا. احنا قلنا الشرطه الجيل اللي هم دخل الدفعه اللي دخلت دي المفروض يبقى في ايه يعني في تحسن، يتعاملوا الناس ازاي، يتعامل الشعب ازاي، يتعامل المواطن ازاي. لا، لقينا للاسوء الدفعه اللي بتتخرج زي ما يكونوا بيقولوا لهم اتعلموا الاجرام عشان تدوا على الشعب او ما تحترموش حد او تدوسوا على اي حد. المرحله دي هتقوم وان شاء الله باذن الله جايه. المرحله دي هتنتهي لما فعلا الشعب كله يوصل له مرحله الوعي، يوصل لدرجه معينه من الوعي ان موضوع ان الداخليه ديت اللي هي بتخاف علينا والمفروض تحمينا وان هي قوام البلد ماشي، تتعاد هيكلتها وتتعاد جميع مؤسسات الدوله.